تخليني اروح للاستاذ محمد مهدي الاول واخد منه تفاصيل ماذا حدث في اتحاد الكوره وازاي اتقدم الملف واتسحب. على كان نبدا من اول السطر مع بعض. عشان نبدا من اول السطر مع بعض. الو يا باشا، انا هوا. طب ماشي، انا بعيد عن الهوا. لا ده انا اختلفت، محمد مهدي المراسل عندنا امبارح قال ان تم منع الكابتن حسام حسن بقرار من مجلس الاداره، فانا قلت له مجلس الاداره ما بيتدخلش في شؤون القناه. تمام إدارة قناة الأهلي إدارة مستقلة تمام تديرها شركة لايف، واخد بال حضرتك، وفقا لسياسات النادي الأهلي. تمام النادي الأهلي واخد بال حضرتك، سياسات النادي الأهلي إدارة مستقلة، والنادي الأهلي لا يتدخل في ضيف بي سي أنصار، واخد بالك، وقناة النادي الأهلي لكل ولاد النادي الأهلي اللي مكتوب في عقد النادي، فهمت. واخد بالك. تمام تمام وفق شروط وفق عقد، واخد بالك، وعقود يعني، بس انا قلت واضحه للناس يعني، اوكي. لان الاهلي ما بيتدخلش، اداره الاهلي لا تتدخل في مستقبل الامر يعني. طيب تمام، اوكي. ماشي، ربنا يخليك. طيب، موضوع مهم جدا جن عليه ايضاح عشان تعرفوا ان الناس دي محترمه. خلينا الاول نكمل موضوعنا ونروح للاخ محمد مهدي ونشوف، نبدا من اول السطر اللي فجر الفضيحه ان الملف راح اتحاد الكوره واتسحب، ومن هنا فجرت الفضيحه. بعد ما اتفجرت الفضيحه مشينا احنا ورا باقي الفضيحه عشان خاطر نرد وندي جامد، عشان جامد لسه ما خدش، واخد بالك انت، ونشوف يا جماعه ايه اللي بيحصل. واديكم زي ما انتم شايفين الناس واحترامها ما فيش حاجه بنقولها الا لو كان الصح بيأكد عليها او كان فيها خطأ بيقول لك الخطأ فين، وده قمة التعاون بيننا ما بين الادارات المحترمة. اما الادارات اللي عايزة السوق الواحد والمأجورين وجلالة القيمة والجرابيع، لا بنتعاون معاها ولا تلزمنا، وهم خاطفين للكيان والكيان من افعالهم بريئة. يبقى نبدأ بأول حاجة، ايه الموضوع قبل ما نبدأ بالموضوع بتاع اللي جالي بيه تليفون؟ ايه الموضوع يا عم محمد يا مهدي اللي انت فجرته امبارح على موقع 24 وشرحته معانا؟ ونقول من اول السطر ماذا حدث في ملف القرن، وكيف تم ارسال ملف لاتحاد الكوره عشان يبعتوا الكاف ولا الفيفا ولا اي مكان وتسحب تاني؟ نرجو التوضيح من الاول. اتفضل يا استاذ محمد. اهلا بيك، مساء الخير ومساء الخير على كل جمهورك الكريم. طبعا كنا فجرنا امبارح قضيه انه المفاجاه الكبيره والفضيحه المدويه انه نادي الزمالك قدم مذكره لاتحاد الكوره باللغتين العربيه والانجليزيه بخصوص ملف نادي القرن، وتم سحب الملف مره اخرى. ويعني والحمد لله ان الناس كلها النهارده اكدت انفرادنا. باختصار شديد انه انا كنت قلت مع حضرتك قبل كده انه نادي الزمالك لا يمتلك مستندات تخص نادي القرن. تمام. كل اللي بيمتلكه كلام انشا وموضوع ان التسعه اكبر من السبعه، ولكن مفيش دليل مادي ملموس يقول ان الزمالك نادي القرن اللي يقدر على اساسه يقدر يبعت لي للاتحاد الافريقي او للاتحاد الدولي لكره القدم او للمحكمه الرياضيه يقول لهم يا جماعه احنا نادي الزمالك نادي القرن مش النادي الاهلي، على اساس انه ورقنا 1 2 3 اللي بيدينا الحق في نادي القرن، واللي الاتحاد الافريقي ادى النادي الاهلي نادي القرن بناء على كده. تمام. فهو ما عندوش ادله بكده. يعني النهارده عايز اقول لحضرتك انه عدى 82 يوم ايوه على
82 يوم والنبي. اه 82 يوم، مؤكد على 82 يوم دي قوي، لان بعد 82 يوم تمخض الاسد فولد فأرا وفضحنا. اتفضل. بالظبط، عدى 82 يوم بالظبط على اعلان رئيس نادي الزمالك انه تم تجهيز ملف كامل وارساله الى المحكمه الرياضيه الدوليه والاتحاد الدولي بخصوص تقديم نادي الزمالك شكوى لاسترداد نادي القرن من النادي الاهلي. تمام. 82 يوم بالظبط، 82 يوم طبعا حصل فيهم كلام كتير وتصريحات وكل يوم، واحنا نادي القرن واحتفاليه لنادي القرن، وفي شكلنا لجنه واللجنه برئاسه وعملنا يافطه ابراهيم وعبد المطهر منصور خالد الغندور وخبير اللوائح محمد بيومي، دي تشكيل اللجنه، وان اللجنه بتناقش وبتجمع الملفات الملفات كلها، ما فيش ولا ملف تم تجميعه، ما فيش ولا مستند تم الحصول عليه. الحاجه الوحيده اللي الزمالك استند اليها كان موضوع اتنشر قبل كده في احدى الصحف القوميه عن التاريخ واحصاء بانه نادي الزمالك بطولاته اكثر من النادي الاهلي، ده الملف المستند الوحيد اللي كان موجود مع نادي الزمالك. الحاجه الثانيه كانت تصريحات لإدارة الإعلام في الاتحاد الأفريقي السابق اسمه فيجن أو فيجن، كان بيتكلم على إنه نادي الزمالك هو الأحق أو بص يا محمد، يعني يا حمام حمادة، مش عايزين نخش في الليلة دي، خلينا نحتفل النهاردة بمرور 82 يوم، وبعد ال 82 يوم اتفضحنا فضيحة بجلاجل في العالم كله. خلينا بعد 82 يوم اتفضحنا، عايز أركز في موضوع، عرفت مين الجاسوس اللي كلم رئيس نادي الزمالك، او مين الاخ اللي كلم رئيس نادي الزمالك وقال له اسحب الملف تفضيحه وكله كلام انشا وما فيهوش اي حاجه تمد من اي حاجه بصله؟ هلو معاك يا ريس، سامعك. هقول لك، هل عرفت مين، وحتى لو مش هنقول اسمه يعني، مش هينفع بس نعلن عن مصادرنا، يعني احنا بنحترم الناس. ماشي معاك، عشان كده يعني الحمد لله معلومتنا صحيحه. صح، من ساعه ما بدانا كل كلمه بنقولها الحمد لله صحيحه، والايام بتثبت انه كلامنا صحيح. فيعني طول الوقت مش عايزين بس نحط موضوع اسماء الناس عشان بس ما نعملش. ماشي، انا موافق موافق. في ناس بتخاف اسمها يتقال عشان خاطر ما تشتمش وما تتهاجمش الايام اللي جايه، يعني انا موافقك في الكلام ده. ولكن الملف تم تقديمه بالفعل الاسبوع اللي فات، مذكره اتكتبت من محمد بيومي خبير اللوائح اللي كان موجود في ملف نادي القرن، اتكتبت مذكره كامله، وان الشكوى رايحه للاتحاد الافريقي ومنه للاتحاد الدولي، ولكن لازم تروح عن طريق الاتحاد المصري لكره القدم. وتم ترجمه المذكره باللغه العربيه واللغه الانجليزيه، وتم عرض تاني تفاصيلها، تم عرض المذكره دي على احمد جلال ابراهيم واحمد مرتضى منصور، وراجعوا المذكره تماما في اجتماع لمده 4 ساعات، ثم تم ارسال الملف الى اتحاد الكوره. تاني يوم الصبح رئيس نادي الزمالك بعت مندوب من عنده نادي الزمالك اتحاد الكوره المذكره اللي قدمها للاتحاد. طيب، عايز اسال سؤال مهم لو عندك معلومات، هل هناك محامين اجانب كانوا شاركوا البيومي في كتابة هذه المذكرة؟ لأنه وصلني إنها كانت مترجمة لأكثر من لغة غير العربية. معلوماتي إنه المحامين في محامين إيطاليين وبرتغاليين وسويسريين أعلن عنهم رئيس نادي الزمالك، ولكن لم يشاركوا في كتابة المذكرة. كلام كله اتقال إنه في محامين موجودين ما شاركوش، الترجمة ترجمها كتبها كلها محمد بيومي خبير لوائح، وتم ترجمتها عن طريق حد بتاع لغات الى اللغه الانجليزيه، ولكن المحامين اللي اعلن عنهم رئيس نادي الزمالك اعلن فقط ان هو هيستعين بمحامين، ولكن لم يشاركوا في وضع المذكره. كان دورهم هيبقى بعد ما المذكره تروح من الاتحاد المصري لكره القدم الى الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي، ثم هيبداوا يشوفوا شغلهم في المحكمه الرياضيه الدوليه، ولكن كمشاركه في المذكره ما شاركوش في المذكره، ما بصوش في المذكره، كله كان كلام انشا برضه من رئيس نادي الزمالك ان هو هيستعين بخبراء اجانب وبتاع لتدعيم الشكوى، ولكن ده ما حصلش، كله كان كلام انشا برضه. طيب، سؤالي الاخير، هل وصلك معلومات انه ربما يكون الراجل حكم برضه، ايه الناس اللي بتتهمنا يقول لك ايه قاعدين بنلتمس له كل العذر، يكون نسي مستند او حاجه عايز يحطه في المذكره فسحبها عشان يدعم بمستندات او يغير صيغه، ولا سحبها عشان هو حس انه اتورط وما عندوش اي مستندات؟ لا، هو ما حطش اي مستندات في المذكره، ما معهوش اصلا مستندات
ولكن تم سحب الشكوى بعد من حد بعد ما تم تقديم الشكوى. تم ابلاغه انه المذكره كلها كلام انشاء ما فيهاش مستند واحد يوحد ربنا يقول ان الزمالك عنده حق في القضيه، وانه الزمالك اول ما المذكره هتروح هيخسرها تماما، لان انت ما عندكش مستند وما قدمتش دليل او حجه قويه لكسب القضيه. فبالتالي ده كله اللي انت مقدمه ده كلام انشاء، ولو روح لو بعتها تبقى فضيحه جلاجل، لان الموضوع هيتحسم تماما للنادي الاهلي، ومش هتقدر تتكلم فيه تاني، مش هتقدر تخرج تاني في برامج ولا في تصريحات تقول ان نادي الزمالك نادي القرن، لان انت رحت اشتكيت والشكوى بتاعتك اترفضت تماما. فبالتالي ما هيبقاش عندك مبرر ولا منطق انك انت تتكلم في القصه تاني، خلاص انت بتقول ان احنا مظلومين ومعانا مستندات، وانت قدمت مذكره وقدمت شكوى ما فيهاش مستندات اصلا في خسرت القضيه، فبالتالي مش هتقدر تتكلم تاني. فالكلام الانشا ده كله اتسحب، عشان كده يعني بعد ما حد بلغه وبلغ رئيس نادي الزمالك بان ده كلام انشا وان انت كده كده هتخسر القضيه بكلام الانشا ده ومش هتقدر تتكلم تاني، سحب الملف عشان خاطر كده ان هو يبقى عنده فرصه الفتره اللي جايه يماطل شويه في ان انا يقدر يطلع كل يوم يتكلم يقول ان الزمالك نادي القرن، وان احنا بنجهز ملفاته وبنجهز مسنداته والكلام ده كله. ولكن المذكره اللي اتقدمت لاتحاد الكوره ما فيهاش اي مستندات يعني تقوي موقف نادي الزمالك، نادي الزمالك ذات نفسه حاليا معهوش اي مستندات تقوي موقفه في القضية. أشكرك شكرا جزيلا، وأرجع لك تاني مع ملف القنوات إن شاء الله. وأوعى تنسى إن في رهان بيني ما بينك قدام الناس، أنت قلت حسام حسن مش هيجي القناة، أنا قلت لك متأكد، قلت لي أيوه. قلت متأكد. خلاص الرهان قائم، إحنا بتوع رهانات. إحنا بتوع رهانات. ولو معاك نمرة الكابتن مصطفى عبده يا ريت تكلمه وتبلغه تحياتي. تمام يا كابتن. بلغوا تحياتي واسالوا برضه زياده التاكيد، اكيد الناس هتسالك في الملف ده. شكرا جزيلا. تماما. ماشي يا محمد، شكرا جزيلا.